زين نعم بي سكشن او البي ايفابوريتر نفس الشيء، هنا الام دوت اللي هي بالايفابوريتر. زين هذا الام دوت الداخل، هذا الام دوت ان، وهذا خلي تسوي غير لون الام دوت، لا ما اريد لون قريب، خلي تسوي برتقالي. هذا الام دوت اوت. زين هذا مال كومبريسر، ولا كان مال اكسبانشن فالف. هنا اللود مال الفابريتر، خل يعني انت تتبرد، يعني الفابريتر يبرد حيس، وهذا الحيس ما يحتاج هذا التبريد، شو يصير؟ التي فابريتر يقل، يعني ماكو حرارة تجي للإفابوريتر، بالتالي الإفابوريتر التمبرتشر مالته راح يقل. هذا يعني شنو عنده؟ يعني البي مات الإفابوريتر أو السنكشن هم راح يقل. وين تصير؟ يعني هذا كانت البالانس نزل صار هنا. زين هذا مقاطع الكيرف، نجي قل الضغط شوف هنا ايش صارت عندك، كانت هنا الحاله الاوليه هسه صارت هيك، هنا هم نزل هيك. الام دوت يعني هسه بدنا نحكي للاكسبانشن فالف او الام دوت ان، صارت هسه الام دوت ان ازداد، تمام؟ يعني هنا كانت هسه صارت هنا، اذا الام دوت ان ازداد. زين نجي لعد بالكمبريسر، هذا الكمبريس صارت هسه الام دوت اوت قل، اكيد مثل بالحنفيه مالت المي الضغط قل او الكميه مالت الام دوت قل، اذا ما يسحب زايد، اذا صار هنا هيك. هذا الحاله اللي هي الانبلاس، اذا هي واللي هي البارت لود يسموها على الاغلب، لانه اللود مو ضمن اللود المصمم عليه المنظومه. شو يصير؟ راح نرسم الايفابوريتر فالف هنا ام دوت كبير، وهنا ام دوت صغير، راح هنا فاضي يصير فلودت، مثل خلينا نقول يتغطى بالكامل. يعني اذا ام دوت كلش كبير يجوز هنا يطلع شنو عندك؟ ليكويد. يعني اذا نرسم هذا ال pH diagram، زين هنا اتوقع او ليكويد مو مشبع، او يجي هنا فرضا ليكويد ويدمر عندي شنو عندي؟ الكمبريسر. زين شلون يتلافون هذا خلينا نقول الظرف او هذا كونديشن؟ من باوع على منظومه، يعني يعني الشيء اللي قدام عينك اللي هي مال سيارات، تفتح البونيد مال سيارات، على البونيد جوا مكتوب ايش قد اندوت هذا المنظومه يحتاجه. يعني مو مثل جماعتنا يجيب القنينه مالت الضغط، العفو مال الريفرجرنت، ويربط الصوندات مالته، وعنده في الضغط جيج مال ضغط
يعني هو ما يعرف ان ام دوت ايش قد ينطي، يفتح يوصل هذا ضغط هذا هو، ويحط ايده على البايبات يشوفه صار بارد فد مره ثلج، ها زين عجبك التبريد روح. يعني ام دوت زايد مما يتحمله المنظومه هذا شو يسوي؟ يخنق الكمبرسر. وصارت لي اني مره الام دوت يعني كلش عالي خنق المنظومه بحيث قامت التبريد مالتي ما يشتغل، مجبور طلعت كل خلينا نقول الغاز طلعت على حسب الام دوت مكتوب عليه قمنا مليناها. فاذا هم حتى يتلافون هذا المشكله الشركات يحطون ام دوت يعني يا دوب يقدر يملي هذا يعني ما يزيد عن حاجة او ايش قد لو حتى كل الام دوت مات المنظومة يتجمع هنا ما راح يملي بالكامل زين، حتى ما يطلع ليكويد يوصل للكمبريسر ويدمر عندي الكمبريسر. هذا واحد من الحلول اللي جاية من ام دوت المقيد كمية الام دوت المقيد التي يجب ان يشحن بها المنظومة. هذا واحدة زين. هسه احنا نعرف انه هذا الشركة ثبتها بحيث انا اعرف انه هذا من تين من عنده نهائيا ما يصير ليكوت زين. لعد شنو الحل؟ ام دوت قليل هذا وين دا يروح؟ للكمبرس. هذا راح للكمبرسر زين. هذا للكمبرسر وين يروح؟ هذا الكمبرسر قلنا يروح على الكونديسر زين. يجي نرسم او الرسم الثاني هنا يعني هذا هسه ماكو هذا ماكو هذا الحاله لانه حسب الام دوت المنظوم او موجوده من خلال الشركة التصنيعية يعني ما جاي واحد لعبي زين. هذا ماكو. اذا المنظومة عندنا 100% من تي من عنده راح يطلع راح يطلع قلم راح يطلع هذا النقطة راح الكمبريسر ام دوت قليل وين دخل؟ على الكونديسر ام دوت شنو؟ قليل. شي يصير بالكوندنسر؟ ما راح يبرد زايد لام دوت قليل يعني ما راح يطول راح يطلع هنا ميكسشر راح يطلع يعني ما يتحول كلها للليكويد لانه الام دوت كله قليل وينزل. نعم شوف منا ايش قلنا المنظومه هنا الكيو شنو عندك قليل شوف هنا صارت هنا الكيو فابريتر قليل زين. هذا الام دوت حالته او هذا الرفرجر حالته شنو عندك؟ ميكسشر يعني بي فيبر وبي هم شنو عندك؟ ليكويد. الحجم النوعي مات الفيبر مات الفيبر او الغاز كبير هذا شو يسوي؟ وين دخل؟ دخل بالاكسبانشن فالف
زين احنا قلنا بالاكسبانشن فاف هنا شنو ينطي ام دوت واي. زين هذا الحجم مات الغاز من طب هنا شنو عندك يمنع او يقلل جريان. ها شوف هالفقاعات يقلل الام دوت مات الاكسبانشن فاف يصير شنو عندك قليل، بالتالي شنو عندك الام دوت صار قليل وهذا ام دوت قليل، تتعادل المنظومة. تمام؟ يعني عرفنا انه الشركة تمنع تنطي ام دوت بحيث يصير فيلر بالكمبرسر. زين هذا الام دوت القليل خلاص بعد هل قد عنده امكانية، هل قد كمية عندي طلع، يعني هل قد دخل طلع هل قد، فشي يصير عندك هنا بكتل غازية، هذا الكتل الغازية راح تصير كأنه عائق قدام الفابوريتر فيقلل ام دوت، هنا راح يجي ام دوت قليل ويتوازن المنظومة. زين زين المشكلة هسه راح نجي يقول لك انه يعني هذا عرفنا الحالتين مال امبالانس وعرفنا شلون تنحل.